بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله. نستكمل سويا مدارسة كتاب التبيان في أداب حملة القرآن للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، وكنا وقفنا عند الحديث عن صفة السجود. قال: فصل في صفة السجود، كيف نسجد؟ سجود التلاوة. قال: أعلم أن الساجد للتلاوة له حالان، أحدهما أن يكون خارج الصلاة، والثاني أن يكون فيها. فأنت إذا قرأت آية فيها سجد التلاوة، إما أن تكون قرأت هذه الآية وأنت في الصلاة، أو قرأت هذه الآية وأنت خارج الصلاة. أما الأول فإذا أراد السجود، اللي هو أن يكون خارج الصلاة، إذا أراد السجود نوى سجود التلاوة، أول حاجة النية، بحيث لو حد سألك: أنت يا عم أنت حاطط جبهتك على الأرض كده ليه وبتعمل الحركات دي ليه؟ تقول له: أنا بسجد. ما تقولوش: أنا مش واخد بالي، ده أنا عملت كده وخلاص من غير ما أعرف أنا بعمل كده ليه. فلازم من وجود، لابد من وجود ماذا؟ النية. يبقى النية: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت نيتك إيه في هذه الحركة؟ أن تمتثل لأمر الله بالسجود، وأن تستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يسجد إذا سمع أو قرأ آية فيها سجد التلاوة. يبقى هذه هي النية. ويجوز التلفظ بالنية عند الشافعية كما تعلم، وهو سنة مستحب ليعين اللسان القلب. يبقى إذن فإذا أراد السجود نوى سجود التلاوة، بعد النية أعمل إيه؟ وكبر. يبقى إيه بعمل إيه؟ بكبر تكبيرة ماذا؟ تكبيرة الإحرام. فكبر تكبيرة الإحرام، ورفع يديه حذو منكبيه كما يفعل في تكبيرة الإحرام للصلاة. يبقى إيه؟ على طول الله أكبر، وهذه التكبيرة تكون تكبيرة الإحرام. إيه تكبيرة الإحرام دي؟ أنا ما أعرفش الحقيقة إذا كان حضراتكم يعني درستم فقه قبل ذلك أو لا. إذا ما كنتوش قرأتم لازم تدرسوا، لأن ده فرض عين. اللي ما درسش من حركم فقه الطهارة وفقه الصلاة، ده فرض عين عليه إنه يدرسه. تكبيرة الإحرام سموها تكبيرة الإحرام لأن ما قبلها يحرم بعدها. أنت قبلها كان يجوز لك أن تتكلم وتأكل وتشرب وتضحك، بعد تكبيرة الإحرام صار كل هذا حراما. فلذلك هذه التكبيرة الأولى فرض. التكبيرات اللي بعد ذلك تكبيرات الانتقالات، اللي هو التكبير للسجود، التكبير للرفع من الركوع، التكبير للركوع، كل هذا هيئة من هيئات الايه؟ هيئة من هيئات الصلاة. يبقى إذن انت هتعمل ايه؟ هتنوي ثم تكبر للإحرام ناويا الدخول في سجدة التلاوة. ورفع يديه حذو منكبين، منكبين اللي هم الكتفين دولت، حذو المنكبين. يبقى اليدين في محاذاة الايه؟ في محاذاة ماذا؟ في محاذاة الكتفين بهذه الكيفية، كما يفعل في تكبيرة الإحرام للصلاة. ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوي للسجود. يعني أنا كده ايه؟ هقوم الله أكبر، دي كده تكبيرة الإحرام، ثم أقول الله أكبر وأسجد. التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، التكبيرة الثانية تكبيرة السجود أو الهوي للسجود أو الذهاب للسجود. يبقى أنت هترفع الإيدين إمتى؟ فقط عند تكبيرة الإحرام. طب وإنت رايح تسجد ما ترفعش إيديك. ثم يكبر تكبيرة أخرى الهوي للسجود ولا يرفع فيها اليد. وهذه التكبيرة الثانية مستحبة ليست بشرط. يعني ممكن أقول الله أكبر تكبيرة الإحرام وروح ساجد على طول يا شيخ؟ ممكن. ممكن ما تكبرش التكبيرة الثانية، هي تكبيرة واحدة وخلاص. أصل التكبيرة الثانية إيه؟ مستحبة وليست بشرط، كتكبيرة سجدة الصلاة. وأما التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، وأما التكبيرة الأولى اللي هي تكبيرة الإحرام ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا.
أظهرها، وهو قول الأكثرين منهم إنها ركن ولا يصح السجود إلا بها. يعني السؤال هنا، هل لازم بعد النية أقول الله أكبر وأنوي تكبيرة الإحرام كده، ولا ممكن أسجد على طول حتى من غير ما أكبر التكبيرة الأولى؟ إحنا قلنا عندنا تكبيرتين، التكبيرة الثانية مفيش حاجة تسيبها، ممكن تسيبها عادي. طب هل ممكن يا شيخ أسيب التكبيرة الأولى كمان؟ فيها ثلاث أوجه. أظهرها وهو قول الأكثرين إنها ركن ولا يصح السجود إلا بها. يعني حضرتك على هذا القول لو لم تكبر تكبيرة الإحرام يبقى أنت ما نفذتش السنة، لم تسجد للسجود. أمال إيه الحركة اللي أنا عملتها دي من غير تكبيرة الإحرام؟ يوجا، سميها أي حاجة، لكنها مش سجدة التلاوة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق فهم الشافعية على الأقل. وهو قول الأكثر منه إنها ركن ولا يصح السجود إلا بها، يبقى أنت ما سجدتش. والثاني أنها مستحبة ولو تركت صح السجود، وهذا قول الجويني، ده قول أبو محمد الجويني، وأبو محمد الجويني من أئمة الشافعية، من أئمة الشافعية. معنى ذلك إن حضرتك ممكن تعمل إيه بقى؟ ممكن تقول تقرأ الآية على مذهب الجويني اللي هو والد إمام الحرمين، أبو محمد الجويني ده والد إمام الحرمين، تعمل إيه؟ تقرأ الآية اللي فيها سجدة وبعدين تروح ساجد على طول عند الجويني، هذه سجدة، لأنك لا كبرت تكبيرة الإحرام ولا كبرت الأولى اللي هي متفق على أنها الثانية، لأنها متفق على أنها مستحبة، الأولى هي اللي فيها الكلام، الثانية متفق على أنها مستحبة. إذا تركت تكبيرة الإحرام فعند الأكثرين من فقهاء الشافعية السجدة باطلة، عند أبو محمد الجويني السجدة صحيحة لأنها مستحبة وليست ركنا ولا شرطا. القول الثالث أو الوجه الثالث عند الشافعية أيضا، ليست مستحبة، يعني أصلا إذا عملتها تبقى ارتكبت مكروه، ده قول ثالث عند بعض فقهاء الشافعية، إنك إذا كبرت للإحرام فقد ارتكبت مكروها. طيب نعمل إيه إحنا بقى دلوقتي كناس بندرس عمليا يا شيخ، ماذا نفعل؟ أقول لك خذ بقول الأكثر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسواد الأعظم. فأكثر فقهاء الشافعية ماذا قالوا؟ قالوا إنها ركن ولا يصح السجود إلا بها. طب يعني برضو أعمل إيه يا شيخ؟ يبقى حضرتك الآن هتقرأ الآية، تروح واقف مستقبل القبلة وتقول الله أكبر، ودي تبقى تكبيرة الإحرام، ويمكنك أن تكبر الثانية والثانية مستحبة ثم تسجد. ثم إن كان الذي يريد السجود قائما كبر الإحرام في حال قيامه ثم يكبر للسجود في انحطاطه إلى السجود. يبقى أنت إذا كنت بالفعل واقف وأنت بتقرأ أو سمعت الآية اللي فيها سجود، خلاص هتبقى وأنت واقف هتكبر الإحرام وأنت واقف، لا إشكال، وبعدين لما هتيجي تسجد هتكبر تكبيرة الهوية للسجود. وإن كان جالسا، يعني كنت تقرأ القرآن وانت جالس أو سمعت آية السجدة وانت جالس، هل لازم يقوم يقف ويستقبل؟ طبعا استقبال القبلة ده لازم أنها صلاة، هل لازم يقوم يقف ولا ممكن يسجد وهو قاعد؟ قال لك فقد قال جماعة من أصحابنا يستحب له أن يقوم فيكبر للإحرام قائما ثم يهوي للسجود كما إذا كان في الابتداء قائما، ودليل هذا القياس على الإحرام والسجود في الصلاة. وممن نص على هذا وجزم به من أصحابنا الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين وصاحباه صاحبا التتمة والتهذيب، والإمام المحقق أبو القاسم الرافعي، وحكاه إمام الحرمين عن والده الشيخ أبي محمد ثم أنكره وقال. يبقى والد إمام الحرمين قال قولا، ابن إمام الحرمين اللي هو شيخ حجة الإسلام الغزالي أنكر ذلك على رد على والده، هو والده نعم لكن الحق أحب إليه، هكذا كان يرى، والرجل بلغ رتبة الاجتهاد. طيب يبقى إذن إيه؟ أنكر على والده ورد على والده ولم يوافق والده وقال إيه؟ لم أرى لهذا أصلا ولا ذكرى، وهذا الذي قاله إمام الحرمين ظاهر، ده كلام مين؟ سيدنا الإمام النووي.
وهذا الذي قاله إمام الحرمين ظاهر، فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمن يقتدى به من السلف، ولا تعرض له الجمهور من أصحابه. يعني المسألة أصلا ما حدش اتكلم فيها قبل ذلك، ما حدش افترض أنه يجب عليه أنه يقوم ثم ماذا، ثم يثبت. معنى هذا الكلام يا أخوان، إن أنا كنت قاعد وبقرأ قرآن أهو، خلاص القبلة ناحيتي في وشي، خلاص هسجد زي ما أنا، مش لازم أقوم أكبر الله أكبر أروح ساجد، أو الله أكبر الله أكبر أروح ساجد. طيب القبلة الناحية الثانية، القبلة على يميني أو على شمالي، هتجه للقبلة وأنا قاعد برضو وأروح إيه، وأروح ساجد، خلاص كده. يبقى إذن يقول لك الشيخنا وإن كان جالسا فقد قال جماعة من أصحابه يستحب له أن يقوم فيكبر الإحرام قائما ثم يهوي للسجود كما إذا كان في الابتداء قائما، ودليل هذا القياس على الإحرام والسجود في الصلاة، ومن نص على هذا وجزم به من أمة أصحابنا الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين وصاحب التتمة والتهذيب والإمام المحقق أبو القاسم الرافعي، وحكاه محمد عن والده الشيخ محمد ثم أنكره، والإمام النووي أيد إنكار إمام الحرمين. معنى ذلك أنه يجوز للإنسان أنه إذا كان يقرأ القرآن وهو قاعد أنه يسجد على طول، يكبر الإحرام ويسجد على طول. ثم إذا سجد فينبغي أن يراعي آداب السجود، خلاص أنت هتسجد بقى سواء كنت واقف أو قاعد، خلاص كده هتسجد على طول مباشرة بعد تكبيرة الإحرام. هتسجد إزاي؟ زي السجود العادي اللي احنا بنسجده في الصلاة. السجود اللي احنا بنسجده في الصلاة له هيئة معينة لا يصح السجود إلا بها. فقال ثم إذا سجد فينبغي أن يراعي آداب السجود في الهيئة والتسبيح. يبقى هنراعي آداب السجود في حاجتين، في هيئة السجود شكل السجود عامل إزاي، رقم اثنين في التسبيح ماذا نقول. طيب أما الهيئة فأن يضع يديه حزوا من منكبيه على الأرض، يعني أنا ساجد كتافي أهي إيدي حزو كتافي حزوا من منكبيه على الأرض، ويضم أصابعه، يضم أصابعه، ما بقاش أصابع عاملة كده وأنا ساجد، ما بقاش إيدي محطوطة على الأرض عاملة كده، عاملة خمسة وخميسة كده، لا تبقى مضمومة، وهذه الأصابع متجهة ناحية القبلة، يبقى إيه مضمومة باعتدال كده ومتجهة ناحية الإيه؟ ناحية القبلة، ما تبقاش عاملة كده. يبقى إذن إيه؟ ويضم أصابعه وينشرها إلى جهة القبلة، ويخرجهما من كميه، يعني إذا كانت إيدك الكم نازل مغطي إيدك، لازم إيدك دي تبقى خارج الكم، تبقى خارج الإيه؟ الكم، ما تبقاش يبقى الكم كده جاي على إيدك وأنت بتسجد على الكم، لا خرج إيدك من الكم واسجد. ويباشر بهما المصلى ويتجافى أو يجافي مرفقيه عن جنبيه، يعني إيه يجافي مرفقيه عن جنبيه؟ طبعا الكلام ده كله في صفة صلاة الرجل، إن يعني المرأة أمرها مختلف هتيجي بعد شوية، يعني المرفقين همت لازم يكونوا بعيد شوية، ما يبقاش ضامن نفسي كده وملزق في نفسي كده، ده بالنسبة للرجل، الرجل يبقى إيه فارد نفسه شوية. طيب فيبقى الايه المرفقين بعيد عن الجنبين، يبقوش لازقين في الجنبين. ويرفع بطنه عن فخذيه، عارفين حضراتكم كده لما واحد قاعد زي الانفد، ها الركبه هيت وايه وهو ضامن نفسه كده قوي، يعني بطنه على ركبه، لا يبقى الواحد راكع اهو ركبي اهي وجسمي اهو، ها وبعيد عن بعيد عن بعيد عن ركبي، فبسجد كده اهو بعيد في هنا فراغه، لكن لو انا هلزق ركبي في بطني هيبقى كده، لا ده مش مطلوب، ده بالنسبه للرجل. بالنسبه للمراه، المراه تضم بعضها الى بعض، المراه ماذا تفعل؟ تضم بعضها الى بعض، ايديها مرفقين يبقى على جنبها وركبها لازقه في بطنها، ده في هيئه الصلاه بالنسبه للمراه، وهيقولها الشيخ دلوقتي. قال ويخرجهما من كميه ويباشر بهما المصلى ويجافي مرفقيه عن جنبيه ويرفع بطنه عن فخذيه إن كان رجلا، فإن كانت امرأة أو خنثى لم يجافي ويرفع الساجد لم يجافي، يعني إيه ما يبعدش إيده ولا يبعد بطنه عن ركبه أو ما تبعدش بطنها عن ركبه. يبقى المرأة في الصلاة بتكون مضمومة، لأن الأصل في الحديث عن المرأة في الإسلام يا أخوانا الستر، دي فلسفة الإسلام في التعامل مع المرأة،
أي حاجة تؤدي إلى ستر المرأة وعدم افتضاح المرأة والحفاظ على المرأة هتبص بقى الشريعة واخدة جنب الجنب ده، واخدة جنب الستر والحفاظ على المرأة حتى في الصلاة حتى في السفر. ويرفع بطنه عن فخذيه إن كان رجل، فإن كانت امرأة أو خنثى لم يجافي، ويرفع الساجد أسافله عن رأسه. إيه أسافله؟ اللي هو المقعدة. يبقى أنت الرأس تحت ووسط الإنسان فوق. ويمكن جبهته وأنفه من المصلى، يعني ما تبقاش راسك طايرة، ما يبقاش حضرتك، هنفترض مثلا إن هذه الرأس أهي ودي الأرض، خلاص؟ ما يبقاش أنا راسي طايرة كده مش لامسة، لا لازم تكون متمكنة. متمكنة إزاي؟ يعني محطوطة، مش لازم محطوطة بقى نقعد، مش لازم يعني، يا دوب تبقى متمكنة، يعني الراس مريحة على الأرض ولو راحة خفيفة، مش لازم تبقى إيه؟ مش لازم تحك راسك في البتاع، تبقى متمكنة بحيث لو في ورقة هتعديها بين راسك والصلاة ما تعديش، بين راسك والأرض ما تعديش، مفيش حاجة بتعدي بين راسك والأرض. الجبهة والأنف الاتنين مع بعض. ويمكن جبهته وأنفه من المصلى ويطمئن في سجوده، يطمئنه، يعني حضرتك مش هتسجد تروح رافع على طول، لا أنت في تسبيحات، التسبيحات دي هتاخد وقت. وأما التسبيح في السجود فقال أصحابنا يسبح بما يسبح به في سجود الصلاة، ما هي سجدة، فهنقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات. بعد ما نقول بقى التسبيح العادي اللي هو بنقوله في كل صلاة، ماذا نفعل؟ قال لك ثم يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فهذا كله مما يقوله المصلي في سجوده في الصلاة. العيد طبعا عشان ننفذها تتحفظ. قال ويستحب أن يقول اللهم اكتب لي بها عندك أجر، لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك زخرا زخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود صلى الله عليه وسلم. إيش معنى عبدك داود؟ لأنه سيدنا داود لما خر راكعا وأناب الله عز وجل بعدها مباشرة الآية التالية قال إيه؟ فغفرنا له ذلك. يعني أنت كأنك بتقول يا رب اجعل هذه السجدة سببا في المغفرة لي كما جعلت سجدة داود سببا في الغفران له صلى الله عليه وسلم. يبقى اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء خصيص بهذه السجدة فينبغي أن يحافظ عليه. يبقى حضرتك إيه في السجود؟ ماذا سنفعل؟ هتسجد، هتسجد على هيئة السجود الذي تعلمناه في فقه الصلاة، هتمكن جبهتك من الأرض، هيبقى إيديك ناحية من كبيك، أصابعك ناحية القبلة، الأصابع مش منتشرة إنما مضمومة، الرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه ويجافي بطنه عن فخذيه، المرأة تضم بعضها إلى بعض. ده بالنسبة لهيئة السجود. ماذا أقول في السجود؟ ماذا أقول في السجود؟ سبحان ربي الأعلى 3 مرات، ثم أقول هذه الأدعية التي ينبغي أن تحفظ. قال وذكر الأستاذ إسماعيل الضرير في كتابه التفسير أن اختيار الشافعي رحمه الله في دعاء سجود التلاوة أن يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، يعني ممكن ندعو أيضا بهذا أو نقول هذا أيضا، وهذا اختيار الشافعي كما حكاه إسماعيل الضرير. وهذا النقل عن الشافعي غريب جدا وهو حسن، يعني الإمام النووي استغرب هذا النقل عن الإمام الشافعي، لعله لم يقرأه للشافعي في أي كتاب من كتبه، فلذلك هو قال إنه غريب، ومع ذلك استحسنه، لأنه الصلاة هي عبارة عن ذكر ودعاء، فأي حاجة ماشية في هذا الاتجاه لا شيء فيها، وهو حسن. فإن ظاهر القرآن يقتضي مدح من قاله في السجود، فيستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها، يعني حضرتك يستحب لك إنك تقولها كلها، مش لا تقول غير سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي الأعلى بس، هتقول سبحان ربي الأعلى ودعاء واحد يبقى كويس، ودعائين يبقى جميل، الأدعية كلها يبقى أجمل، وهكذا. فإن ظاهر القرآن يقتضي مدح من قاله في السجود، فيستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها ويدعو معها بما يريد من أمور الآخرة والدنيا. يبقى ممكن حضرتك كمان
بعد ما تسجد وتقول هذه الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الواردة في القرآن بحسب ما حكاه إسماعيل الضرير عن الإمام الشافعي، يستحب لك أنك تدعو كمان، لأنها سجدة عادية ككل سجدات الصلاة، يجوز لك أن تدعو فيها بما تشاء من أمور الدنيا أو أمور الإيه أو أمور الآخرة. فإن اقتصر على بعضها حصل أصل التسبيح، ولو لم يسبح بشيء أصلا حصل السجود كسجود الصلاة. يعني نفترض أن في واحد سجد وما قالش أي حاجة خالص، هل تحسب سجدة؟ نعم، لأنه الأذكار دي كلها هيئة من هيئات الصلاة. طالما سجدت عملت الحركة وسجدت حتى لو ما قلتش حاجة خالص، تحسب لك سجدة تلاوة كسجدة الصلاة تماما بتمام. ثم إذا فرغ من التسبيح والدعاء رفع رأسه مكبرا. وهل يفتقر إلى السلام؟ فيه قولان منصوصان للشافعي. يبقى إذن إحنا لسه مستمرين في كيفية السجود يا أخوانا. قلنا النية، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الهوية للسجود، السجود بضوابطه المعروفة، الدعاء أثناء السجود مع الاطمئنان. ثم بعد ذلك بعد ما خلصت السجود ماذا أفعل؟ أكبر وأقوم. يبقى هسجد الله أكبر، بقوم من السجود. طب أعمل إيه بقى؟ أسلم ولا خلاص كده انتهت؟ قال لك في مسألة السلام قولان للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أصحهما عند جماهير علماء المصحابي أنه يفتقر لافتقاره إلى الإحرام ويصير كصلاة الجنازة. يبقى حضرتك هتعمل إيه بعد ما تقوم؟ هتقول الله أكبر وترفع من السجود، ثم تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي داود بإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ السجدة سجد ثم سلم ثم سلم. يبقى إذن عندنا الحديث هو الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم سجد ثم سلم. يبقى إحنا هنعمل إيه؟ نسجد نرفع نور الله أكبر ثم نسلم كتسليم الصلاة. والثاني لا يفتقر كسجود التلاوة، ده القول الثاني للإمام الشافعي، لا يفتقر كسجود التلاوة في الصلاة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فإمام الشافعي كان عنده قول بيقول إنه ما فيش سلام في سجود التلاوة. لماذا؟ لأنه ما جاش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فهو الإمام الشافعي مش هيخترع من عنده. ثم بعد ذلك لما اطلع الإمام الشافعي رحمه الله وعلم الحديث قال بإيه؟ قال بقوله الأول الذي هو إيه؟ الذي قدمناه. فعلى الأول هل يفتقر إلى التشهد؟ فيه وجهان، أصحهما لا يفتقر كما لا يفتقر إلى القيام. يعني إذا قلنا بالقول الأول إن إحنا الآن هنقوم من السجود ونقول الله أكبر وبعد كده هنسلم، فهل قبل ما نسلم، ده السؤال بقى يا شيخ، قبل ما نسلم نقول التشهد؟ قال لك لا، ده أصح إنه ما يقولش التشهد، يقوم ويسلم على طول من غير ما يقول تشهد. وبعض أصحابنا يجمع بين المسألتين ويقول في التشهد والسلام ثلاثة أوجه. يعني النووي فصل بيجيب لك كل الأقوال الواردة في المسألة. أصحها أنه لا بد من السلام دون التشهد، الثاني لا يحتاج إلى واحد منهما، والثالث لا بد منهما. يعني في عندنا في المذهب الشافعي أقوال، بعضهم قال وهو الأصح إنه لا بد من السلام لكن من غير تشهد، ما فيش تشهد. وبعضهم قال لا سلام ولا تشهد، أنت أسجد وقوم وامشي على طول. بعضهم قال الاثنين لا بد منهما، يعني هتسجد وتقوم تقرأ التشهد وتسلم وبكل قيل. ومن قال من السلف يسلم، يعني هو الآن بعد ما أيد القول بالتسليم قال أصحها أنه لا بد من السلام خلاص كده، واستشهد بالحديث. هيجيب بعد ذلك من قال بهذا من السلف، قال ومن قال من السلف يسلم محمد بن سيرين وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو الأحوص وأبو قلابة وإسحاق بن راهوي، ومن قال لا يسلم الحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ويحيى بن الثاب وأحمد، وهذا كله في الحال الأول وهو السجود خارج الصلاة. كل ده في السجود اللي حضرتك فيه خارج الصلاة. طيب نيجي بقى الحالة الثانية. يبقى خلاصة المسألة الآن في السجود اللي خارج الصلاة يا أخوانا، إن حضرتك هتكبر الإحرام وبعدين تكبر تكبيرة أخرى بعد النية، طبعا تكبيرة الإحرام ثم النية ثم تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الهوية للسجود ثم السجود بهيئته المعروفة ثم الدعاء في السجود مع الاطمئنان ثم الرفع مع التكبير الله أكبر ثم تسلم. ده الإيه؟ ده هيئة السجود اللي هي إيه عليها
معتمد أو التي عليها الشافعية. طبعا كل حاجة من الحاجات دي فيها أقوال ذكرها الإمام النووي. طبعا ده إذا كنت قلنا إيه في خارج الصلاة، في غير الصلاة، واتكلمنا في مسألة إذا كنت قائما أو قاعدا، وقلنا الصحيح إنك إذا كنت قاعدا لا ممكن ما تقومش عادي، يعني إيه الأصح إنك إيه لا تقوم، لا يفرض عليك أن تقوم، وأنت قاعد على طول اسجد، وأنت قاعد على طول اسجد، انوي كبر للإحرام وبعدين كبر واسجد على طول. طيب إذا كنت في الصلاة بقى ماذا تفعل؟ والحال الثاني أن يزود للتلاوات في الصلاة فلا يكبر للإحرام، إنك داخل الصلاة، أنت الآن داخل الصلاة وقد كبرت للإحرام قبل ذلك، فما فيش في سجدة التلاوة إذا جاءت الصلاة تكبيرة إحرام. ويستحب أن يكبر للسجود ولا يرفع يديه ويكبر للرفع من السجود. طيب أنا دلوقتي قرأت آية فيها سجدة التلاوة في الصلاة، ماذا أفعل؟ هكبر، لكن مش تكبير إحرام، تكبير الهوي للسجود. طيب إذا جيت أسجد أرفع إيدي؟ قال لك ولا يرفع يديه. طيب سجدت وخلصت، قال لك يكبر للرفع. يبقى أنت في الصلاة أنت واقف بتقرأ أهو، قرأت آية فيها سجود، الله أكبر، هتسجد الله أكبر وترفع وشكرا، تمام كده. ويستحب أن يكبر للسجود ولا يرفع يديه ويكبر للرفع من السجود. هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور. وقال أبو علي بن أبي هريرة من أصحابنا يكبر للسجود ولا للرفع، والمعروف الأول، المعروف الأول اللي هو يكبر للسجود وللرفع. وأما الأدب في هيئة السجود والتسبيح فعلى ما تقدم في السجود خارج الصلاة، يعني السجود هو السجود، يعني أنت هتعمل إذا كنت في الصلاة وهتسجد ماذا تفعل وكيف تسجد وماذا تقول، نفس الكلام اللي قلنا قبل كده، سجدة كاملة بتمكن فيها جبهتك وأنفك من الأرض، إذا كنت رجل بتفرق أعضائك، إذا كنت امرأة بتضم نفسك، وتقول الأدعية التي قلناها، إلا أنه إذا كان الساجد إماما فينبغي أن لا يطول التسبيح. أنت بقى هنا إمام، خد بالك أنت هنا إمام، وإذا كنت إمام فالضعيف أمير الرأي، فأنت معاك ناس تعبانة، معاك ناس كبار في السن، فأنت ما تطولش، يعني قول الأذكار الواردة وخليها سجدة خفيفة حتى لا تطيل على الناس، إلا أن يعلم من حال المأمومين أنهم يؤثرون التطويل. يعني الناس اللي بيصلوا في المساجد يا إخواننا بيبقوا عارفين روح المسجد، بيبقى خلاص المسجد تعرف الناس اللي هنا دول بيطولوا، الناس اللي هنا دول بيحبوا يأثروا، الإمام اللي هنا دوت بيعمل كذا، فالناس بييجوا يصلوا مع الإمام دوت لأنهم حابين طريقته، والمأمومين اللي معاه حابين الموضوع دوت، ففي شبه اتفاق ضمني على إن هو بيطوله أو بيخففه. طيب فإذا الإمام عالم إن المأمومين اللي حابين التطويل خلاص يطول، لكن إذا ما كانش عارف حابين ولا مش حابين أو مش حابين يبقى ما يطولش. ثم إذا رفع من السجود قام ولا يجلس الاستراحة بلا خلاف. احنا عند الشافعية جلسة استراحة مستحبة من سنن الصلاة. ايه جلسة استراحة دي؟ انك بعد السجدة الثانية ما بتقومش على طول، بعد السجدة الثانية فهو ساجد بتقوم تقعد كأنك هتقعد للتشهد قعدة خفيفة، وبعدين تروح آية، دي بيسموها جلسة الاستراحة، دي مستحبة عند الشافعية. طيب اذا بقى سجدت الان للتلاوة، ما انا هقوم، انا كنت قايم هقوم تاني أقف، هل أجلس للاستراحة؟ قال لك لا، مفيش جلسة استراحة بعد سجود التلاوة. وهذه مسألة غريبة قل من نص عليها، ومن نص عليها القاضي حسين والبغوي والرافعي، هذا بخلاف سجود الصلاة. سجود الصلاة طبعا في جلسة استراحة، فإن القول الصحيح المنصوص للشافعي المختار الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره استحباب جلسة الاستراحة عقيب السجدة الثانية من الركعة الأولى في كل الصلوات ومن الثالثة في الرباعيات. يبقى بعد الأولى وانت قايم للثانية بتجلس الاستراحة، بعد الثالثة في الرباعيات بتجلس الاستراحة، طب بعد الثانية انت كده كده بتجلس، بعد الثانية كده كده بتجلس علشان تريد التشهد. قال ثم إذا رفع من سجدة التلاوة فلا بد من الانتصاب قائما، لأنك كنت قائم لابد انك تقوم،
حتى لو مش هتقرأ بعدها حاجة. يعني افترضنا ان اخر آية انت هتقرأها هي الآية اللي فيها سجود تلاوة، ثم سجدت للتلاوة، هل ما تقفش ولا تروح قايم من السجود على هيئة الركوع على طول؟ قال لك لا، لابد ان تقوم وبعدين تركع حتى مش تقرأ حاجة. يبقى اذا ثم اذا رفع من سجدة التلاوة فلا بد من الانتصاب قائما، والمستحب اذا انتصب قائما ان يقرأ شيئا ثم يركع، ده المستحب. ما حبيتش تقرأ يبقى لابد من الانتصاب قائما ثم الركوع، يبقى تنتصب قائما وبعدين تركع. انا اهو مثلا ساجد اهو، نفترض دي الارض اهي، وانا اهو انسان ساجد، تمام، لازم اقوم كده وبعدين اروح راكع. طيب انا الان ساجد، هل ينفع اروح قايم كده على طول؟ لا ما ينفعش، حتى لو ما كنتش اقرا قران. يبقى انا ساجد اروح قايم منتصب قائما ثم اركع ثم اقوم ثم اسجد مره اخرى. ثم اذا رفع من سجدة التلاوة فلا بد من الانتصاب قائما، والمستحب اذا انتصب قائما ان يقرا شيئا ثم يركع، فان انتصب ثم ركع من غير قراءة جاز، لكن الافضل انه يقرا ولو آية واحدة ثم بعد ذلك يركع. والحمد لله رب العالمين. نقف هنا ونكمل ان شاء الله تعالى في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.